شهادة جودة للإسمنت البترولي الجزائري من المعهد الأمريكي للبترول، مرحلة أولى للتدقيق حسب سلم من 700 معيار لهذا النوع من الإسمنت الذي خاضت تجربة إنتاجه شركة إسمنت بعين الكبيرة بسطيف. تم الاعتماد تاعنا وفقا لمقاييس API وهي هيئة عالمية American Petroleum Institute، هو الذي يقوم بمنح هذه الاعتمادات. شريطة الاستجابة للشروط تاعهم هما يعتمدها هذا المجال. هذا المصنع الذي ينتج 3 ملايين طن سنويا من الإسمنت سينهي استيراد هذا النوع من الإسمنت الذي بلغت فاتورته أكثر من 30 مليون دولار، ويعمل على تلبية الطلب الداخلي المقدر بحوالي 200 ألف طن سنويا. الإسمنت البترولي يستعمل في الآبار البترولية، العمق تاعها يصل حتى حوالي 5000 متر. توجد عدة أنواع، هنا النوع الذي ينتج في شركة عين كبيرة هو كلاس جي تيب HSR، يعني مضاد قوي للأملاح. هذه السوق واعدة بالنسبة لإنتاج الإسمنت البترولي، وخاصة في الظرف الراهن وين كما يقولوا احنا الدولة الجزائرية بحاجة كما يقولوا احنا للحفاظ على مواردها وتنويع منتوجات من جهة، ولمنع استيراد هذا النوع من الإسمنت من الخارج. حصول شركة إسمنت عين الكبيرة على شهادة الجودة هذه يجعلها تساهم في تزويد السوق الجزائرية بالإسمنت البترولي لحين تجاوز مرحلة المراقبة التالية في مارس 2021 وفتح أفق للتصدير.